بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. نرحب بكم إخواني أخواتي في التمرين رقم 14 حول درس الاشتقاق للأولى باك، علوم الاقتصاد والتدبير وكذلك علوم تجريبية ورياضية. إذا نعتبر الدالة العددية اف المتغير الحقيقي اكس معرفة بما يلي: اف اكس كتساوي 2 اكس في جذر مربع اكس ناقص 1. السؤال الأول: حدد دي اف ثم احسب نهاية اف عند محدات دي اف. إذا نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول: تحديد مجموعة التعريف. إذا تكون اف معرفة اذا كان واش خص يكون، باش تكون اف معرفة عندنا الجذر مربع، خص داخل الجذر يكون هذاك اللي داخل الجذر خص يكون اكبر او يساوي صفر، يعني اكس خص يكون اكبر او يساوي الواحد. اذا دي اف كتساوي خص اكس اكبر او يساوي واحد، يعني من واحد حتى البلوس لانفيني. إذن محدد مجموعة التعريف هي الواحد وبلوس لانفيني، دونك نحسبو لي ليميت. بالنسبة للواحد، بلا ما نحسبو ليميت نحسبو صورة الواحد. ألور لدينا اف معرفة في الواحد، يعني اف لواحد نقدر نحسبو. اف لواحد هي واحد ناقص واحد صفر، جذر صفر صفر في جوج في واحد زوج في صفر صفر، إذن صفر. و ليميت اكس تؤول الى بلس لانفيني نتاع اف لاكس تساوي ليميت اكس تؤول الى بلس لانفيني، شنو دونك تاع جوج اكس في جذر مربع اكس ناقص واحد. اذا الى عوضنا بلس لانفيني، جوج في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، هذه بلس لانفيني في الوسخ، و بلس لانفيني ناقص واحد هي بلس لانفيني، جذر بلس لانفيني هي بلس لانفيني، بلس لانفيني مضروبة في بلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني، دونك حسبنا لي ليميت. السؤال الثاني، إذا السؤال الثاني: أدرس قابلية اشتقاق الدالة اف على اليمين في واحد ثم أول نتيجة هندسية. دونك قابلية اشتقاق على اليمين في واحد، ألور لدينا باش كنبينو ندرسو قابلية اشتقاق على اليمين في واحد ولا على اليسار ولا كنحسبو لي ليميت. ليميت اكس يؤول الى واحد زائد على اليمين واحد زائد نتاع اف لاكس ناقص اف لواحد على اكس ناقص واحد تساوي ليميت اكس يؤول الى واحد زائد نتاع اف اكس شنو هي، هي جوج اكس في الجذر اكس ناقص واحد ناقص اف واحد هي صفر، اف واحد هي صفر يعني ناقص صفر على اكس ناقص واحد، اذا يساوي ليميت اكس يؤول الى واحد زائد نتاع جوج اكس جذر اكس ناقص واحد. مزيان، شوف هنا العوض غلق صفر على صفر شكل غير محدد، إذا هنا يمكن التبسيط، يمكن التبسيط، وبالتالي دابا واش نضرب في مرافق؟ ما عنديش مرافق، عندي ناقص صفر، كون كان ناقص شي عادة نضرب في مرافق، ولكن مادام عندي ناقص صفر المرافق ما خدامش هنا، شنو غندير؟ غنحاول نكتب هادي على شكل جداء نتاع جذر إكس ناقص واحد جذر إكس ناقص واحد، لأن إكس ناقص واحد راه موجب، يعني واحد بلس هذا راه موجب إكس ناقص واحد، يعني إكس ناقص واحد نقدر نكتبها هي على شكل جذر إكس ناقص واحد أس اثنان. حقاش اكس ناقص واحد راه موجب، اذا تساوي ليميت اكس يؤول الى واحد زائد نتاع زوج اكس، نختزلو واحد جذر اكس ناقص واحد مع وحده هنا تبقى لي واحد جذر اكس ناقص واحد. اذا الى عوضنا الفوق نلقاو ان تلبريو جوج في واحد هي زوج، لتحت الى ضعنا جدول الاشارات المهم هنا 100% زيرو بليس، ولكن غير نوضحو اكس اكس ناقص واحد كتنعدم في الواحد هنايا ناقص وهنا زائد، اذا في الواحد بليس على اليمين ديال واحد واحد بليس، لكن هنا الواحد موا وهنا الواحد بليس، على اليمين ديال واحد عندها زيرو بليس، اذا على جدر زيرو بليس اللي هي زيرو بليس، على جدر زيرو بليس وجدر زيرو بليس هي زيرو، هي زيرو بليس، جوج على زيرو بليس هي بليس لانفيني، اذا تساوي بلس لانفيني. طيب اذا مادام هذا غير بريو
هذا غير ريو. مادام لقينا بليس نافيني إذن واش قبيلة شقيقة؟ لا ماشي قبيلة شقيقة لأن لقينا لانفيني ما لقيناش عدد. إذن اف غير قابلة للاشتقاق على اليمين في واحد. سمحوا لينا نعود هذا المسحو نمسح هاد السطر كاع. ممكن نمسح حتى هذا. إذن اف غير قابلة للاشتقاق على اليمين في واحد. شنو هو التأويل الهندسي ذاك؟ ثم أول نتيجة هندسية ملي ما كتكونش قابلة للاشتقاق كنقولوا إذن سي اف أو لو منه لأن النتيجة نتاع هاد النتيجة ومنه فإن سي اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو واش الاعلى ولا الاسفل. شوف مادام في الواحد بلس عطاتك بلس لافيني بلس بلس ولا موا موا كتقول نحو الاعلى. الى اشاره مختلفه كتقول نحو الاسفل. دابا هنا بلس وهنا بلس دونك نحو الاعلى على اليمين في واحد. صحيح. سالينا السؤال الثاني. السؤال الثالث ضع جدول تغيرات اف. اذا باش نوضع جدول تغيرات خصنا نحسبوا الاشتقاق. لدينا اف قابله للاشتقاق على المجال. المجال هو في الواحد غير قابل للاشتقاق من واحد بليس انفيني و لدينا دونك مادام قابله للاشتقاق نحسبوا الاشتقاق نتاعها افتحها لاكس شنو كيساوي؟ كيساوي الاشتقاق نتاع 2 اكس في جذر مربع و اكس ناقص واحد افتحها. يعني عندي جوده اي متجهه اي في عفوا داله اي في داله في اي في في افتحها. اذا اف في يعني هي اي افتحها في يعني الاشتقاق تاع جوج اكس في في جذر اكس ناقص واحد زائد الاشتقاق نتاع جذر اكس ناقص واحد في في يعني في زوج اكس الور تساوي اشتقاق تاع جوج اكس هو جوج في جذر مربع اكس ناقص واحد زائد الاشتقاق نتاع هذا اشتقاق نتاع جذر اي هو اي فتحه يعني اكس ناقص واحد فتحه اللي هي واحد اشتقاق تاع هذا اللي داخل واحد على زوج جذر اي. الاشتقاق نتاع جذر اي نوضحها لك هنا جذر اي فتحة هي اي فتحة على جوج جذر اي صحيح. الور مضروبة في جوج اكس يعني في جوج اكس نوحدو المقام دونك المقام هو جوج في جذر سمحوا لي جوج بعدا تمشي مع هاد زوج في الضربة الأولى. والمرحلة الثانية غادي نوحدو المقام يعني المقام واحد هو جذر جذر اكس ناقص واحد. إذن شنو غيبقى هنا؟ تبقى نضرب في جذر اكس ناقص واحد تبقى جوج في جذر اكس ناقص واحد في جذر اكس ناقص واحد يعني تولينا جوج في اكس ناقص واحد. علاش؟ لحقاش أنا ضربت في جذر اكس ناقص واحد وقسمت عليها اللي هو هذا المقام. أنت إلا بغيت نوضح لك ولكن ما يتكفينا هذه البلاصة على ما أظن نوضحها بشوية. ممكن تساوي جوج جذر اكس ناقص واحد في جذر اكس ناقص واحد يعني عندي لا أوس اثنان ونقسم على جذر اكس ناقص واحد. حيث إذا ضربت هنا جذر اكس ناقص واحد فوق ولتحت
زائد وهذه هي تولي لنا اكس على جدار اكس ناقص واحد. دابا المقام راه موحد دونك تبقى لنا جوج، هذه هي اكس ناقص واحد لانها موجبه ناقص عفوا زائد اكس زائد اكس، اي هذه هي هي افتح على اكس يعني اف كتساوي الو الا نشرت هنا جوج اكس زائد اكس هي ثلاثة اكس ناقص واحد في زوج هي ناقص زوج على جدر اكس ناقص واحد، دونك هذه افتحة و جدر اكس ناقص واحد موجب قطعا على واحد بلس انفيني. إذن إشارة افتحة لإكس هي إشارة ثلاثة إكس ناقص اثنان، صحيح؟ ألور إشارة نتاع افتحة هو إشارة هذا، دونك هو اثنان و ثلاثة إكس نشوفو كيفاش كتنعاد من ناقص اثنان تساوي صفر تكافي ثلاثة إكس تساوي اثنان تكافي إكس تساوي اثنان على ثلاثة، مزيان. إذن إلا بغينا نديرو جدول الإشارات نتاع هاد ثلاثة إكس ناقص زوج هاكا، خصنا نديرو كلش دقة واحدة ألور هنا إكس وهنا ثلاثة إكس ناقص زوج وهنا إف فتحة لإكس وهنا إف لإكس، شوف معايا مزيان. ألوغ بالنسبة لثلاثة إكس ناقص زوج كي دايرة؟ دابا مجموعة التعريف من واحد حتى البلوس لا نفهم، غنمشي نشد الورقة ديال الوسخ وندير جدول الإشارات نتاع هادي هاد من موالفين حتى البلوس فين، دونك تاع ثلاثة إكس ناقص زوج كتنعدم في ثلاثة على في جوج على ثلاثة عفوا جوج على ثلاثة كتنعدم، على اليسار سالبة وعلى اليمن موجبة عكس إشارة أو إشارة هاك. ألور بالنسبة لينا حنا من واحد لبلوس لانفيني، الواحد فين كاين؟ كاين هنا جوج على ثلاثة الواحد كاين هنا موراها، إذا من واحد لبلوس لانفيني هذا التعبير دائما موجب، إذا دائما موجب متفقين؟ لحقاش رحنا غير من واحد لبلوس لانفيني ما رحناش من موال لانفيني باش غادي دير ناقص زائد، لا رحنا غير من واحد لبلوس لانفيني المجال تاعنا من واحد لبلوس زائد، إذا افتحة غتكون زائد دائما. ألور اف غتكون تزايدية على مجموعة تعريفها كاملة. ألور في صورة الواحد حسبناها لقيناها صفر، والليميت في البلوس لانفيني لقينا هي بلوس لانفيني، دونك سالينا التمرين، نتلاقاو إن شاء الله في تمرين آخر والله يوفق.